مرحبا، أنا الدكتورة عائلة غويري، دكتورة علاج طبيعي متخصصة في علاج مشاكل الدوخة والتوازن. اليوم راح أقدم لكم 4 نصائح تتبعوها لو شعرتوا بالدوخة في أي مكان. أول نصيحة إنك تفتح عينيك. إذا شعرت بالدوخة وغمضت عينيك، هذا راح يزيد من شدة الدوخة اللي عندك، فدائما فتح عينيك لما تشعر بالدوخة. تاني نصيحة، بعد ما تفتح عينيك حاول إنك تثبتهم على أي نقطة ثابتة. ابعد عن الشاشات أو عن الناس المتحركة في المولات وغيرها. ثالث نصيحة، ابحث عن أي شيء تستند إليه، لأن الدوخة بتؤدي إلى اختلال في التوازن، فممكن توقع بعد هيك. فابحث عن أي شيء ثابت إنك تستند عليه، ممكن يكون حيطة، ويفضل إنه يكون كرسي تجلس وترتاح عليه. إذا عملت الـ3 خطوات هاي، فتحت عينيك، ثبتتهم على نقطة ثابتة، جلست واستندت لشيء ثابت، بعد هيك ابدأ بتهدئة نفسك من خلال التنفس العميق، لأن الدوخة شعور مخيف. لذلك اتبع هاي 4 نصائح، وإذا شفت هاي نصائح مفيدة شاركها مع غيرك.